السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا فيكم بقناتكم أحلى مواقف شطرنج. معكم إياد رضوان، راح نتابع بشرح كتاب يوسوبوف، وما زلنا بالفصل 17 وعم نحكي عن الفيل والحصان، طبعا بمحاضرة الأفيال السيئة والأفضال والأفيال الجيدة. فالآن وصلنا على القسم الثاني من هذه المحاضرة، وهي إيمت بيكون الحصان أفضل من الفيل. بيكون الحصان أفضل من الفيل بثلاث حالات: إذا كان الموقف مغلقا، أو إذا كان اللعب على جانب واحد. طبعا مسألة اللعب على جانب واحد يعني هي مسألة خلافية، يعني أنا قرأت أكثر من كتاب كان رأي مؤلفين أنه حتى لو كان اللعب على جانب واحد فبيضل الفيل أقوى إذا كان الموقف مفتوح، ولكن أفضليته يعني بتصير أقل بكتير. فإذا هون يوسوبوف عم يعتبر أنه إذا كان اللعب على جانب واحد يعني كل البيادق على جهة واحدة رح يكون الحصان أفضل، وبكون الحصان أفضل إذا كانت بيادق الخصم يعني فيها كتير إضعافات ممكن أنك تهاجمها بالحصان. فالحصان يعني مقاتل قريب، قطعة قتال قريب، فلذلك بده يكون قريب على الخصم، فلذلك لازم تأمن له أوت بوست أو هي نقاط الارتكاز. كان في عنا محاضرة من هذا الكتاب عن نقاط الارتكاز، فيك تشوفها يعني فيها معلومات مهمة وأمثلة مهمة جدا. طبعا كل هالكتاب موجودة بقائمة تشغيل اسمه كتاب يوسوبوف، فيك تشوف كل هالمحاضرات. وأيضا من ميزات الحصان أنه جيد جدا في بناء فورتريس. شو هو الفورتريس بالشطرنج؟ هو ملجأ آمن أو حصن آمن، أنك تحط موقف لا يمكن اختراقه رغم أنك بتكون مثلا متأخر ماديا أو استراتيجيا، ولكن بتحصل على التعادل بسبب بنائك للفورتريس. وأيضا بإمكانه وضع حواجز ضد ملك الخصم. هلا في حال كان عندك حصان ضد فيل، فتشكيلة البيادق الأكثر أمنا للقتال ضد الفيل هي بالطبع أنك تحط بيادقك بعكس لون فيل خصمك بحيث أنه ما يقدر يهاجمه. ولكن مثل أي قواعد الشطرنج، هاي القاعدة ممكن يكون إلى حالات خاصة جدا، بحيث انك تضع بيادقك بشكل خاطئ، يعني تحط البيادق على عكس لون فيل خصمك في حال كان بدك تحد نشاط فيل خصمك. واخر ملاحظة مذكورة اللي ذكرناها بالفيديو السابق، انه الحصان مع الوزير اقوى من الفيل مع الوزير. فالان رح نشوف مثال من مباراة بين يوسوبوف ولاعب ايضا جراند ماستر. فوصلنا لهذا الموقف، خلينا نشوفه على الرقعة. فهذا هو الموقف، هون يوسوبوف بالأبيض، فاللاعب الأسود لعب النقلة A6. طبعا النقلة A6 يعني نقلة ما لا داعي، وحطت بيضك أيضا إضافي لاحظ على نفس لون فيلو، لاحظ بيادق اللاعب الأسود كلها على نفس لون فيلو، فهي يعني خطأ استراتيجي ما له داعي. جيتو من اللاعب الأبيض، طبعا اللاعب الأبيض عم يحضر لاختراق الوسط بالنقلة E4. طبعا في حال أكل يعني راح يكون البيدق هذا مهدد بالفيل، فلذلك يعني جبنا الملك لهون لحماية البيدق H3. فالآن D5 من اللاعب الأسود. طبعا شو الفكرة من هاي النقلة؟ هلأ راح نقولها، ولكن يعني هاي كانت نقلة أيضا خاطئة. الأفضل كان أنه يتجاهل اللاعب الأسود ويلعب بعض النقلات السلبية لنشوف يعني كيف راح تتطور الموقف. فكرة هاي النقلة أنه اللاعب الأسود عم يحط كل بيادقه على نفس لون الفيل، هاي الحالة بتصير بحالات خاصة أنه ممكن يصير عنا فورتريس، أنه البيادق كلها محمية وعلى لون الفيل والفيل محمية، فرح يسكر الموقف تماما ويصير اختراقه مستحيل، يعني نبني جدار صعب جدا. طبعا أنا عملت سلسلة ألغاز أو مواقف لشرح هاي الفكرة اسمها ألغاز سور الصين العظيم، ممكن ترجع لها بالقناة، ابحث فقط ألغاز سور الصين العظيم لا تفهم هاي الفكرة. ولكن الحقيقة بهذا الموقف ما راح تصير هاي الفكرة، لأنه في كتير إضعافات بموقف اللاعب الأسود. فهون C5 من اللاعب الأبيض، والآن النايت على E4، وراح نكسر الحصان فورا. ليش؟ لأنه الحصان بالمواقف المغلقة مثل هاي أفضل بكتير من الفيل. فدي تيكس E4، روك تيكس روك تيكس روك روك تيكس روك روك تيكس روك بيشوب تيكس روك، الملك على F2، الملك على F6، الملك على A3، والفيل على E6، الملك على D4،
وطبعا بهي النقلة يعني اللاعب الأسود منع أي اقتراب للملك، مثل ما أنك شايف أي اختراق إضافي للملك، ولكن لسه اللاعب الأبيض عنده القدرة على الاختراق بالحصان. فالآن الملك على D4 وH6 من اللاعب الأسود. وأخيرا شفنا بيدق أسود موضوع بشكل صحيح، موضوع على خانة عكس لون الفيل. طبعا الفكرة الآن بدنا نحاول ندعم النقلة G5 لحتى نعمل اختراقة أو لعب مضاد بجناح الملك. هذا أمل اللاعب الأسود الأخير. فهون لاعب الأبيض لعب H4، طبعا عم يحاول يمنع هاي الاختراقة. فهون لاعب الأسود لعب H5، وطبعا هون انتهى الدور عمليا. اللعب المضاد بجناح الوزير انتهى، واللاعب الأبيض يعني مسألة وقت راح يربح. بهذا الموقف الحصان أفضل من الفيل بكتير. طبعا على ما يبدو أنه اللاعب الأسود لسه بفكره أنه قادر أنه يعمل فورتريس ببيادقه هاي ضد الحصان. فالآن الحصان على الـ A4، الفيل على الـ D5، النايت على الـ B6. ممكن يصير في عنا تكسير للفيل واختراق بالملك مع كسب بيدق. فالفيل راح يروح على الـ E6 والـ E3. طبعا الفكرة الآن إغلاق الموقف تماما أمام الملك. الملك الأسود الآن ما رح يقدر يخترق، وبالتالي رح نصير نشتغل براحتنا. شو الفكرة؟ طبعا إنك تغلق هاي الخانة بالبيدق، تغلق هاي الخانة بالبيدق، وحتى يعني تغلق هاي الخانة بالبيدق. فيعني الملك لاحظ ما عنده طريق للاختراق، وطبعا الفيل أيضا ما له أي دور بسبب وجود هاي البيادق القوية المسكرة هذا الوتر الوحيد المفتوح. فإذا الفكرة الآن إغلاق الطريق أمام الملك حتى يقدر الملك الأبيض يروح ربما يشارك بالهجوم على البيادق هاي الضعيفة. فاللاعب الأسود هون ما عنده إلا نقلة انتظارية، الفيل على الجي 8. طبعا مثلا إنك تتقدم بالبيدق A5، فرح يكون عندنا الملك على السي 3، مثل ما قلنا رح يجي الملك على البي 2 ثم على الاي 3 ثم على الاي 4 ثم ياخذ هذا البيدق. مثل ما قلنا الملك الاسود ما رح يقدر يقترب، فلذلك مثل ما قلنا لعب نقلة انتظارية. فهون نايت على السي 8، كينج على الاي 6، نايت على الدي 6، اعطينا هذا البيدق. فالبيدق راح يروح على البي 5. طبعا النقلة بي 6 راح تخسر فورا. ليش؟ راح يكون عندنا النايت على السي 4 وطالب البيدق. طبعا البيدق هون اجباري راح يتقدم، والان الحصان على الاي 5 وطالب هذا البيدق وطالب هذا البيدق، وطبعا الدور عمليا انتهى. فلذلك هون النقلة الوحيدة هي البي 5. فالان النايت على البي 7، الملك على الـ F6 والملك على الـ C3. طبعا باعتبار انه مثل ما حكينا الموقف كله مغلق امام الملك اللاعب الاسود، فالملك الابيض بيستطيع انه يفوت ويتدرج بجناح الوزير مثل ما بده وياخذ هاي البيادق. الملك على الـ E6 نقلات انتظارية ما في غير هيك، الملك على الـ B4، الملك على الـ D5 والملك على الـ A5، الفيل على الـ E6 والملك على البي 6. طبعا النقلة على البي 6 يعني نقلة ذكية جدا، وفعلا بتعبر عن فهم يوسوبوف للموقف والشطرنج بشكل عام. الفكرة هون انه اي لاعب ممكن يفكر انه ياخذ هذا البيدق. فعلا اخذ هذا البيدق يعني راح تكون رابحة، فمثلا راح يجي يربط الحصان. هاي الفكرة انه نحن ما بدنا نسمح بربط الحصان، مع انه لسه الموقف رابح. فا اي 4 مثلا راح نخترق، وطبعا راح يخترق الملك، ولكن راح يضل الموقف رابح. مثل ما انك شايف راح يكون في عنا ترقية والموقف رابح، ولكن احنا شو بدنا بهالتعقيدات؟ وممكن يكون في غلط بالحسابات، انت لازم تحسب لهذا الخط من وقت نقلة الحصان. لا، نحن بنلعب نقلة على المضمون تماما، ونكون حسب خطتنا الاستراتيجية. فهون بي 6 هلا راح نشوف يعني شو المغزى من هاي النقلة. فالان الفيل على السي 8 والحصان على الاي 5، الفيل على الدي 7
وعنا النقلة B4. طبعا الفكرة انه يجي الحصان لهون لحتى يراقب هاي الخانة بدل البيدق، البيدق راح يتقدم ويحمي هذا البيدق، فبالتالي الحفاظ على اغلاق الموقف امام الملك مثل ما انك شايف الموقف، الملك ما بيقدر يتقدم، وايضا الفيل يعني صعب انه يكون نشيط، فحتى لو فرضنا يعني بعد 1000 نقلة استطاع الملك يرجع ويطلع والفيل يجي لهون فيطلب هذا البيدق، فهذا البيدق ببساطة بتقدم والاختراق مستحيل. فإذا هي هي فكرة نقلة الحصان السابقة على البي 6. طبعا الآن لاعب الأسود مستحيل يقدر يحمي البيدقين A6 وC6 بنفس اللحظة، فالآن الفيل على الإي 8 رح ناخذ البيدق، فيل على الدي 7 رح نجيب الملك على البي 6، فيل على الإي 8 ونقلة قوية الملك على السي 7، واللاعب الأسود أيضا مضطر أنه يترك البيدق هاد لأنه الفيل يعني إذا تحرك ما له غير هالخانة، والملك الأسود إذا الآن مجبر أنه يتحرك، فإذا تحرك الملك لهون رح ناخذ البيدق بالحصان. طبعا هون استسلم اللاعب الأسود. فهذا كان الفيديو لليوم، إن شاء الله يكون عجبكم. شكرا للمتابعة، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومتابعتنا لنتابع شرح كتاب يصبه في أفكار جميلة جدا ومفيدة جدا لأي لاعب شطرنج. نلتقي مجددا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.